طيب هنروح مع حضراتكم لمحافظة اسكندرية. تم إطلاق فيها مبادرة اسمها أنتي منتجة، بتقوم على تدريب السيدات بمراكز الشباب على الحرف اليدوية، ومن المفترض طبعا أنه هيستفيد منها 7000 سيدة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على الهاتف الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذه يومانة، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. في البدايه خلينا نعرف منك ايه الفعاليات اللي بتركز عليها مبادره انتي منتجه بمحافظه الاسكندريه. يمكن اسكندريه متميزه في انها دعم المراه والفتاه من خلال مراكز الشباب. مبادره انتي منتجه مبادره اطلقتها مديريه الشباب والرياضه في اطار سلسله من المبادرات كانت يوم الجمعه الماضيه في مراكز الشباب وبعض الأندية الشعبية، استفاد منها عدد 7000 فتاة ومرأة. طب إيه مبادرة إنتي منتجة؟ مبادرة إنتي منتجة بتعلم عبارة عن ورش عمل مجانية لتعليم الفتاة والمرأة بعض الحرف اليدوية، زي إنها بتعلمهم إزاي يعملوا إكسسوارات، إزاي يعملوا منتجات منزلية، إزاي يتعلموا الخياطة، إزاي يعملوا إعادة تدوير للمخلفات، إزاي إنهم ممكن من خلال هذه المبادرة يعملوا مشروع صغير يدر دخل عليهم على الأسرة، وخصوصا المرأة المايلة. خلال الفترة اللي فاتت احنا شايفين من سنة 2017 أما فخامة رئيس الجمهورية أطلق عام المرأة، اهتمام شديد بالمرأة المصرية ورعاية شديدة لها من الدولة، فكان واجب على وزارة الشباب والرياضة، وكان في توجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالمرأة في كل الجوانب، وكمان اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بيها. المبادرة أطلقت في كل مراكز الشباب في اسكندرية في آن واحد. بدأت المبادرة بتعليمهم المنتجات. بعد تعليم المنتجات هنبدأ إن شاء الله يعني يوم الجمعة التعليم خلال هذا الأسبوع بالكامل، هنبتدي يبقى في معارض صغيرة في كافة مراكز الشباب كويس هتتعمل للفتاة والمرأة اللي اتعلموا بعض المنتجات. عظيم. لا لازم يا فندم يكون عندهم بدايات حتى الحرفة أو عارفين عنها بعض الشيء، ولا ممكن يكونوا مش عارفين أي حاجة خالص، وإحنا نعلمهم من البداية؟ هم فندم بيبقوا مش عارفين حاجه خالص. جميل. وفي ناس بتبقى عارفه كويس. في دور المدربه اللي موجوده انها تعلمهم كل حاجه كويس، والتدريب ده تدريب مجاني، بتعلمهم بكل حاجه، وبتعلمهم في الحاجه اللي هم بيحبوها. انت عارف حضرتك ان يعني كل فتاه او مراه بيبقى لها ميل لحاجه محدده. في ناس بتحب انها عايزه اعمل اكسسوارات حتى لو كانت مش هتبيعها، عايزه تعملها لاولادها، فدي بتوفر دخل على بتوفر المصاريف على الاسره. في كمان فتاه او مراه بتحب تتعلم لانها عايزه تعمل تدخل دخل للاسره. اما يبتدي التعليم وبتبتدي تتعلم وبتبتدي تبقى يعني شبه محترفه في انها في المهنه اللي هي تعلمتها، بتبتدي نعمل معارض للفتاه والمراه بتكون في كل مراكز الشباب. المعارض دي بتبقى كل يوم خميس وجمعه. المديريه عن طريق مراكز الشباب بتوفر ترابيزات موجوده داخل مراكز الشباب، بتتم بيع منتجات اللي تعلموها لصالح الفتاه والمراه. يعني هي يبقى خلاص اتعلمت، حطت المنتجات بتاعتها، بدات تبيع، يبقى بدات تدخل دخل ليها. ده نوع من تشجيعهم على انهم يبتدوا يعملوا يكون عندهم دخل جديد لاسرتهم. بيبتدي بعديها انهم في ناس منهم بدا يبقى عندهم مشاريع صغيره، وبيبتدوا يعملوا مشاريع صغيره وبينجحوا. عندنا كمان من داخل الفتاه والمراه اولادنا ذوي الهمم. اولادنا ذوي الهمم في منهم عندنا فتاه متميزه في اسكندريه عملت مشروع والاقبال عليه جميل جدا، وهي بتشتغل الاكسسوارات ببقها، يعني
الفتاة المصرية والمرأة المصرية مجتهدة ولا تتوقف عن عمل أي شيء. طبعا مهم كمان يكون في دعم، وده اللي حضراتكم بتقوموا بيه دلوقتي. بس سؤال حضرتك يا فندم، هل في أي شروط للاستفادة من هذه المبادرة أو الاشتراك ليها، واللي حابة أن هي تتقدم تتقدم إزاي؟ أقرب مركز شباب يكون موجود جنبها أو أقرب نادي شعبي، هتدخل في نادي الفتاة والمرأة، السن مفتوح كويس، حتى لو كانت فتاة صغيرة تحت 18 سنة بتتعلم، فوق السيدة الأم يعني، أو حتى لو كانت جدة، السن مفتوح للجميع وبدون أي شروط وبدون أي رسوم. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، نشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات.